بان التنسيقيات اليوم في العالم كتاخذ واحد الحجم اللي هو كبير، لان الحركات الاجتماعيه والنضالات الشعبيه تنظمات اليوم وعندها حتى هي مطالب اللي هي مشروعه واللي خاص الاستماع لها. هاد الاساتذه اليوم اللي هما منقطعين على الدراسه ماشي من اراده ديال نفسهم، ولكن للتنديد بالظروف اللي ولاو كيشتغلوا فيها وللاوضاع الماديه والمعنويه اللي هما كيعيشوا فيها، ما كيلقاوش الشروط باش يدرسوا كما يلزم، ثم انه كيتقاضى واحد الاجور اللي هي مجمده منذ عقود، ثالثا يفرض عليه واحد النظام اساسي اللي هما ما شاركوش فيه. هذا النظام الاساسي جاء بعد ما فرض على الاساتذه التعاقد، حنا بغينا الاساتذه يكونوا في الوظيفه العموميه باش يمكن لهم يتقدموا ويتطوروا وتبعوهم التكوين المستمر، لان الاستاذ هو الركيزه الاساسيه ديال النهوض بالمنظومه ديال التعليم العمومي في بلادنا، والبحث العلمي وكذا هما اللي كيوجدوا لنا الاطر، لا اطباء ولا مهندسين ولا غيرهم. ولهذا اليوم تنظن هاد الوقفه اللي وقف السيد رئيس الحكومه وقال لهم غادي يكون توقيف النظام هذا او تجميد النظام الاساسي. هاد الشيء ما تيكفيش، لان التجميد خص مراجعه جذريه لهذا النظام الاساسي بما ينصف المدرسه العموميه والاستاذ والاستاذه، هيئه ديال التدريس كلها يجب انصافها. انا كنقول لهم كيقول لك ما عندناش فلوس، ما عندناش، حنا كنشوفوا الدوله مشجعه التعليم بسرعتين، تعليم اللي هو ديال الناس اللي عندهم شويه الفلوس وتعليم ديال اللي ما عندوش، وكنزيدوا نقصوا من الميزانيه ديال الميزانيه الدوله المخصصه لهذا التعليم العمومي. اذا حنا هرسنا الاختلاط المجتمعي وهذا واحد الشرخ اللي هو خطير جدا. ولهذا كنقولوا بانه اليوم خاص الحكومه تراجع بشكل جذري هذا النظام الاساسي، وانها توظف الاساتذه في اطار الوظيفه العموميه، ولا قالت ما كاينش الفلوس، فلوس كاينه، الدوله كتبقى اكبر مستثمر 335 مليار ديال الدرهم غير هذه السنه، وحنا كنعتبروا بان احسن واجود واكبر استثمار هو في العقول وفي بناء الاطر. اذا خاصنا نستثمروا في كليه الطب واحد باش نكملوا 12 ديال الكليه في كل في 12 جهات عموميه ومجانيه بالضروره، واننا نوجدوا 12 ديال لي سي اش اللي اليوم قال لكم باعوهم واحد الخصصة مقنعه في اطار لي فينانسمون انوفون بلا ما يتشاوروا حتى مع البرلمان، ما قالوا لنا حتى شي حاجه، وانهم يستثمروا في الاستاذ يزيدوا 5000 درهم في الشهر، 5000 درهم في الشهر غادي تنفس عليهم شي شويه وغادي يرجعوا للاقسام، علما بانه خاص اصلاح ديال الشروط والظروف اللي كيقريو فيها، اصلاح المناهج باش تبدا تربي عند 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 الشباب الحس النقدي والمواطناتي والقيم الرافعه باش يمكن لينا نخدموا. اذا خاص المنظومه نشوفوا ليها ونعتبروها اولى الاولويات، وان هناك ربط جدلي كبير ما بين النهوض بالمنظومه الصحيه وما بين النهوض بالمنظومه التربويه التعليميه ديال التعليم العمومي، خصها صحه عموميه خصها تعليم عمومي، وغادي نبنيو الركيزتين الاساسيتين باش غدا نحلموا بشي تنميه وشي عداله اجتماعيه ومجاليه في بلادنا، وكذلك بالعيش الكريم بالنسبه لكل المغربيات والمغاربه. اولا ما كاينش تطبيق القانون هنايا، كاين الدستور كيحمي الحق في الاضراب، واليوم بان بان هاد الاساتذه المدربين مدربين على مطالب مشروعه، وانه ليست هناك مطالب فقط خبزيه، ولكن هناك مطلب للنهوض بالمدرسه العموميه بكل اسلاكها كرافعه اساسيه من الرافعات ديال التنميه المنشوده في بلادنا. اذا ما كاينش قانون اللي كينظم، اذا هاد الشيء راه ظلموا الناس، وكاين الناس اللي قطعوا لهم مشوا المحكمه وربحوا، ولهذا ما كاين لا شيء تعصبوا على هاد الاساتذه اللي اساسا يعني واصلا الاجره ديالهم اللي هي هزيله جدا، ورغم ذلك كياخذوا الكيران وكيجيو كيحتجوا لعل يلقاو شي اذن صاغيه.